القبي وانما على راضي النصراوي المدافع عن حقوق الانسان، كيفاش تقبل باش تدافع على سي خالد القبي اللي هو اقرب الناس لبن علي، اللي قالوا لي لو بتي شوشو دو ليلى، نعاود لكم بالفرنسويه كما تقالت لي، صديق حميم لبن علي، من اكبر الفاسدين في البلاد. الحقيقه وقت اللي نسمع الشيء هذايا نبهت، على خاطر وقت اللي بحثت في الموضوع كما يلزم قبل ما نقبل القضيه، وقت اللي عملت زوز جلسات مع سي خالد القبي قبل ما نقبل القضيه وما التفت، ويلزم نقولوا هذايا الا لطبيعه القضيه، يا هل ترى السيد هذا مظلوم والا لا؟ بعد ما اطلعت على مجموعه وثائق اللي اليوم قالوا لكم على البعض منهم، وانا تو نزيد نقول لكم على وثائق اخرين، بعد ما ثبتت في الموضوع قبلت وانا مقتنعه، ولو العالم اجمع يكون ضدي انا نواصل ندافع على سي خالد القبي. علاش؟ لانه اولا الاشاعات كان الزميل يقول لكم اللي هي ماهيش صحيحه بالمره، والإشاعات مغرضة وربما بهدف، لأنه خالد القبي كما قال الزميل هو كبش فداء، هو خذاوه، وكي نقول خذاوه أقصد الحكومة الحالية، باش يبينوا وأنهم هاو قاعد يكون خاسر كما هو خاسر اليوم، لأنه المبالغ المستحقة ما حصلش حتى على العشر متاعها. بون الحقيقة أنا اللي يدهشني أنه بعض الصحفيين اللي يتجرؤوا يطرحوا أسئلة غير معقولة، وعمري في حياتي معناها سافرت ونعرف صحفيين من كل البلدان ونطلع على الصحافة الأجنبية، عمري ما سمعت أنه ناس يقولوا المحامي قديش قبضت في القضية، قديش قبضت، يا تبارك الله، معناها مستواه ما نعرفش، انا ما نحبش نقول اش نخمم بالضبط. الصحفيين هذوما ماذا بيا يطرحوا سؤال اخر، يقولوا علاش خالد القبي في الحبس واسهار بن علي احرار، ماذا بيا يطرحوا اسئله من هالقبيل. انا نعرف اللي فما قضايا ممتلكات الدوله ما زالت عندهم المتهمين، ممتلكات الدوله، وما نحبش نعطي توضيحات، ان شاء الله وحدكم تبحثوا وتشوفوا، عندهم محالين على التحقيق لكن بحاله صراح. سي خالد القبي قاضي التحقيق يوقفوا دون سماعه، هذه الايقاف في بلدان اخرى، بلدان ديمقراطيه وتعطي قيمه لحريه البشر، لانه البشر عندها اغلى من كل شيء، مش كما في بلادنا احنا، ومع الاسف حتى بعد 14